مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم. مستمرون معا في تغطية مباشرة جديدة على شاشة النيل الأخبار من القاهرة لمتابعة تطورات الحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يستتبعها من تطورات ميدانية وسياسية. الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتبر أن العقبة الكبرى أمام تنفيذ المقترح الأمريكي الذي طرحه منذ نحو أسبوعين بهدف وقف إطلاق النار، اعتبر أن العائق الأكبر أو العقبة الكبرى هي حركة حماس على حد تعبيره، لكنه أشار إلى أن إسرائيل أيضا عليها أن تبدي أكبر قدر من المرونة إزاء اتفاق التهدئة المقترح من أجل تحقيق وقف إطلاق النار ووقف نزيف الخسائر البشرية والمادية. من واقع ذلك أيضا استشهد اليوم عدد من المواطنين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة إثر قيام قوات الاحتلال باستهدافهم، وأدت أيضا هذه الهجمات الإسرائيلية إلى خسائر كبيرة في البنية التحتية وعدد من المنازل، وذلك في اليوم 53 بعد 200 من هذه الحرب. لمزيد من المتابعة نرحب اليوم بالكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني السيد الأستاذ محسن أبو رمضان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ محسن. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. نبدأ مع حضرتك وجميع السادة المشاهدين بمتابعة لهذا التقرير وبعده نبدأ الحوار. لا أتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قريبا، هكذا أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن. جاء تصريح بايدن بعد عدم قبول إسرائيل وحماس للاقتراح الذي طرحه وحظي بدعم عالمي كامل. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان قد رد في وقت سابق على التأكيدات بأن الاحتلال الإسرائيلي ليس ملتزما بشكل كامل بخطة وقف إطلاق النار. كانت حركة حماس قد أكدت أن التغييرات المطلوبة تهدف إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة. يأتي هذا في حين يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المستمرة على قطاع غزة منذ 7 من شهر أكتوبر الماضي، وخلف قصفه الذي استهدف أنحاء متفرقة من القطاع المنكوب عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وذلك في اليوم 53 بعد 200 من الحرب. وذكرت مصادر طبية أن 19 شخصا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال منازل المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة غزة شمال القطاع، واستهدفت مدفعية الاحتلال وسط وشرق وغرب مدينة رفح جنوب القطاع، كما قصفت دبابات الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ونسفت مباني سكنية في مناطق شمال مخيم النصيرات. وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 37 ألف شهيد وإصابة أكثر من 85 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. لمزيد من المتابعة نجدد الترحيب بالكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أستاذ محسن أبو رمضان. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا تفسير حضرتك لهذا الموقف الأمريكي المتشائم تقريبا من أن اتفاق التهدئة لن يرى طريقه نحو التنفيذ وأن حركة حماس هي العقبة الكبرى أمام تنفيذه. يعني دعنا نعود للوراء قليلا. عندما قدم الوسطاء يعني جمهورية مصر العربية وقطر مقترح وافقت عليه حركة حماس، والمقترح كان يتكون من 3 مراحل تتضمن 3 أبعاد. البعد الأول هدنة، والبعد الثاني صفقة تبادل أسرى، والبعد الثالث أن يكون هناك مفاوضات لما سمي بهدنة مستدامة، بمعنى وقف إطلاق نار مستمر. وعندما وافقت حركة حماس لم ترد إسرائيل إلا باجتياح معبر رفح، ويعني اتخاذ قرار باستمرار العدوان على مدينة رفح، وتم تنفيذ مجزرتين في يومين متتاليين، وتم احتلال معبر فيلادلفيا أو محور فيلادلفيا. وبالتالي لم تقم الإدارة الأمريكية بإدانة موقف نتنياهو وموقف حكومة اليمين الفاشية والعنصرية في هذا المجال. الآن عندما قدم بايدن المقترح واعتبر أن هذا المقترح هو مقترح إسرائيلي، لم تؤكد إسرائيل أن هذا مقترحها، ولم تنبس ببنت شفة، بمعنى أنها لم تعلق على هذه المسألة.
ويتضح للمراقب بأن هناك تبادل أدوار وتقاسم وظيفي ما بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل. الإدارة الأمريكية تحمل حماس المسؤولية ولا تطالب إسرائيل بأن يكون هناك ردا على هذا المقترح الأمريكي الذي ادعى بايدن أنه مقترحا إسرائيليا. طب لماذا لم يقم نتنياهو بالإعلان عن موافقته حتى هذه اللحظة على هذا المقترح؟ هو كتل المجتمع الدولي وتم تقديم ورقة في مجلس الأمن اتخذوا بها قرار في هذا المجال، وحماس ردت بعتقد وكافة الفصائل، يعني لأن هذه الورقة تم تداولها بين كافة الفصائل بمعنى أنها تفاعلت إيجابيا مع هذا المقترح. ولكن الحلقة المركزية لدى حماس والشعب الفلسطيني بصورة عامة وقف العدوان، وهذا غير وارد في هذه المبادرة أو هذا المقترح. وبالتالي تحميل حماس المسؤولية هو شكل من أشكال إخلاء المسؤولية لدى دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو، وإعطاء الفرصة لوجود ضغط إقليمي ودولي على حركة حماس وتبرئة إسرائيل من ممارساتها العدوانية وإعطائها فرصة أكبر ومدى زمني أكبر لاستكمال عدوانها. لكن التصريح اليوم فيه بعض المستجدات، أنه تحدث عن عدم موافقة إسرائيل وأن إسرائيل توافق بالكامل، وكأن إسرائيل كانت موافقة والآن أصبحت ليس بشكل كامل، وهذا ما أكده سوليفان أيضا ناطق بلسان البيت الأبيض. وبالتالي أصبحت هناك محاولة من قبل الإدارة الأمريكية للضغط على نتنياهو، وهذه المحاولات قديمة جديدة، الهدف منها هي محاولة تخليص إسرائيل من أزمتها بما يتعلق في مستنقع قطاع غزة ومن حالة التوحش، حيث أصبحت إسرائيل تساوي نظام الإبادة الجماعية ونظام التمييز العنصري ونظام التطهير العرقي، وبدأت تنعزل عن المجتمع البشري وعن الإرادة الدولية من خلال الحركات التضامنية الشعبية، الحركات الطلابية في الجامعات، ومن خلال قرار محكمة الجنايات الدولية الذي أصدر مذكرتين بإيقاف كل من نتنياهو وجالانت، وأيضا تفاعلات قضية جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، وقرار 143 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بتأهيل دولة فلسطين التي هي عضوا مراقبا بالأمم المتحدة بأن تصبح عضوا كامل الحقوق والواجبات وكامل الصلاحيات، وتبعها اعتراف أربع دول مهمة في أوروبا هي إسبانيا، النرويج، إيرلندا وسلوفينيا. وبالتالي الهدف من هذه المسألة اقتراح بايدن الجديد أو تصريحه الجديد فيه شكل من أشكال الضغط الناعم على نتنياهو بالوقت الذي كانت التصريحات السابقة تضغط فقط باتجاه حماس. هذا المستجد لا يؤثر كثيرا لأن بايدن تحدث نفسه أن هناك مصلحة لدى نتنياهو بإطالة أمد العدوان وأمد الحرب، وكان قد صرح بذلك أكثر من مرة في هذا المجال. ولهذا أسأل حضرتك بالنسبة للموقف الإسرائيلي، هل هو نوع من التباطؤ والتعنت المعروف طبعا عن الجانب الإسرائيلي منذ سنوات بعيدة، أم أنه فقط موقف آخر يتسم بنوع من كسب الوقت لتحقيق بعض المكاسب السياسية، أو حتى تجد الحكومة الإسرائيلية مخرج من الأزمات التي تعيشها، وخاصة مسألة الغضب الداخلي والشعبي إزاء التأخر في الإفراج عن المحتجزين؟ أنا أعتقد أن هناك ثلاثة أبعاد. البعد الأول أن الأهداف الثلاثة التي طرحها نتنياهو بما يتعلق بنتائج 7 أكتوبر التي تريد تحقيقها حكومة اليمين الفاشية والعنصرية بقيادته وتحالف كل من سموتريتش وابن غفير، وهي تفكيك حماس وجعل قطاع غزة مكان آمن وغير مهدد لدولة إسرائيل واستعادة الرهائن، هي أهداف علنية. ولكن حتى نؤصل هذه المسألة، هذه أكثر حكومة يمينية وعنصرية وتستخدم المفاهيم الأيديولوجية لتنفيذ الأطماع الاستعمارية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وربما بحق الشعوب العربية والمنطقة. وبالتالي هناك أبعاد أكثر من عملية وقف إطلاق النار وهدنة واستعادة المحتجزين وصفقة تبادل الأسرى، تتضمن جعل قطاع غزة مكان غير ملائم للحياة والعيش، ودفع المواطنين للنزوح القسري أو الطوعي والرحيل عندما تحين الفرصة إلى ذلك. الذي عرقل هذه المسألة وأوقفها هو موقف جمهورية مصر العربية الصلب الذي منع عملية الترحيل، ولكن هم يفكروا باستدارات معينة
بهذا المجال مثلا الميناء أو غيرها من المقترحات الأخرى، أو ربما يفتح معبر إيرز ويعيد تفعيل مطار رامون على سبيل المثال في النقب أو في إيلات. هذه الخيارات التي تفكر بها هذه الحكومة. هذه الحكومة تستند إلى خطة الحسم التي اقترحها سموتريتش وهو زعيم اليهودية الصهيونية المتطرفة، الذين لا يؤمنوا بإدارة الصراع ويؤمنوا بحسم الصراع، ويعتقدوا بأن اللحظة التاريخية أضحت مناسبة لتنفيذ عمليات التطهير العرقي في قطاع غزة واستكمال ذلك على الضفة الغربية عبر كانتونات ومعازل مجزأة، تقويض الإرادة الدولية والاعترافات المتعاظمة بالدولة الفلسطينية، اقتراح حلول بما يتعلق في قطاع غزة تنفصل بالكامل عن الضفة الغربية عبر مقترحات لها علاقة باليوم التالي، وهذا ما قدمه نتنياهو حول إدارة مدنية، وأيضا مقترحات جانس حول وجود قوات متعددة الجنسيات أو الطواق الزرق والأمم المتحدة بالتعاون مع القوات الأمريكية لمرحلة انتقالية 3 سنوات، وبعدها يتم إعادة تأهيل السلطة وسحب ولايتها من الضفة الغربية إلى قطاع غزة. هذه المقترحات تهدف إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني والقضية الوطنية للشعب الفلسطيني. الجانب الثاني هو يريد أن يثبت بأنه مستمر في عدوانه حتى يمتص غضب الشارع، خاصة أسر المحتجزين، ويقول أننا يعني استطعنا بين مزدوجين استعادة بالقوة 4 من النصيرات، ونستطيع بمزيد من النار والقوة والبطش والإرهاب أن نستعيد المزيد من الأسرى. لذلك الهدف الثالث أو البعد الثالث هو له علاقة بالمصلحة الشخصية لنتنياهو. نتنياهو بالوقت الذي تقف الحرب ستتبلور وتتفاعل بصورة كبيرة جدا في الشارع الإسرائيلي وفي البنية المؤسساتية وبالمشهد السياسي والقانوني والقضائي، ملفات الفساد، ولديه 3 ملفات فساد خطرة، ونا جميعنا نتذكر الأحداث والمظاهرات قبل 7 أكتوبر. وأيضا الملف الرابع والأخطر والأهم الذي يعتبروه مسا وإخفاقا بأمن دولة إسرائيل، أحداث السابع من أكتوبر وإخفاق ما سمي بالإعلام الإسرائيلي إخفاق السابع من أكتوبر الذي يتحمل مسؤوليته نتنياهو. لذلك هو يريد أن يستمر بالعدوان ولا يعطي بالا أو موافقة على مقترحات بايدن أو على قرارات مجلس الأمن. ربما يلجأ إلى تكتيك آخر وهو تخفيض حدة العدوان في قطاع غزة. ولهذا كنت سأطلع مع حضرتك الخبر الذي نشر بالأمس بأن هناك احتمالات أو أنباء عن إنهاء عملية غزة بعد 2 أسبوع مثلا، ووفقا للظروف الميدانية على الأرض. هل هذا نوع أيضا من التكتيك السياسي أو التخطيط العسكري لأهداف معينة؟ كذلك ما الذي يمكن أن نتوقعه من سيناريوهات سواء بالنسبة لهذين 2 أسبوع القادمين أو بالنسبة لمرحلة ما بعد هذه الفترة؟ أنا أعتقد بأنه لم يتبقى في غزة شيء. تم تدمير 70% من المباني، البنية التحتية، محطات تحلية المياه، الصرف الصحي، محطة الكهرباء، الإنترنت، شبكات الطرق، الجامعات، المدارس، مدارس الإيواء التي يعني تم استهدافها، مراكز النزوح. انظر إلى تقرير بخلاف الأزمة الغذائية الحادة، يعني هناك حديث من المنظمات المختصة بالغذاء أن منطقة الشمال على خطوة واحدة من المجاعة، وهناك مؤشرات يتم قياسها في هذا المجال. وأيضا بما يتعلق في تقرير اليونيسف والأمم المتحدة التي أدرجت إسرائيل على القائمة السوداء بوصفها تؤذي الأطفال ومن أكثر الدول التي تعرض الأطفال للأذى. نحن نتحدث عن حوالي 16,000 طفل شهيد، نتحدث عن حوالي 20,000 طفل فقدوا أسرهم وأصبحوا أيتام، نتحدث عن 82,000 طفل يعانوا من سوء التغذية، نتحدث عن 40 طفل ماتوا جوعا وعطشا وجفافا، نتحدث عن 650,000 طالب فقدوا الذهاب إلى مقاعد الدراسة. وبالتالي حالة الجوع وحالة الفقر المدقع وسوء التغذية، الأمهات الحوامل، النساء، كل هذه الأمور يعني تدهور الحالة الإنسانية بصورة كبيرة جدا. وبالتالي التكتيك
كما يعني ذكرت أنت في سؤالك يهدف بالأساس إلى الإعلان بأن العملية في قطاع غزة شبه اكتملت، لأن كان نتنياهو يضخم من موضوع رفح ويقول نحن على خطوة من النصر المطلق وأن هناك 4 كتائب في رفح، هو أخفق في ذلك ولم يحقق الأهداف التي يريدها على المستوى العلني. وبالتالي ماذا يريد أن يفعل حتى يطيل أمد العدوان؟ هو يصعد بالضفة الغربية بصورة ملحوظة من جنين إلى الخليل إلى القدس وتهويد القدس والمجموعات اليهودية الدينية التي تغزو القدس باستمرار، وأيضا الدخول إلى مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومخيماتها، وأيضا يتفاعل مع جبهة الشمال مع حزب الله. وأنا برأيي أن هناك حالة من الاختلاف في وجهات النظر ما بين الإدارتين، إدارة نتنياهو وحكومته اليمينية والفاشية والعنصرية وإدارة بايدن. بايدن لا يريد توسيع رقعة الصراع لأنه يريد ترتيب المنطقة بما يضمن حالة من الاستقرار، لأن هناك ملفات عالمية تواجهها الولايات المتحدة وتعتقد بأن تم استنفاذ أهداف الحرب في قطاع غزة. نعم، تم تدمير قطاع غزة وتمت خطط الآن موضوعة. حضرتك أثرت جزئية مهمة لفصل القطاع عن الضفة. نعم، اسمح لي نطرحها على ضيفنا الذي ينضم إلينا على الهواء مباشرة من مدينة القدس العربية المحتلة، الدكتور حسين الديك الخبير في الشأن الأمريكي والإسرائيلي أيضا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. نتحدث عن آخر التطورات وخاصة الموقف الأمريكي من الحرب ومن حركة حماس، إلى متى سيستمر في رأيك الموقف الأمريكي على هذا النسق من دعمه الكامل لإسرائيل؟ أليس من المطلوب الآن في هذه المرحلة الحرجة من الحرب أن يكون هناك نوع من الاختلاف والتغير في الموقف الأمريكي إزاء إسرائيل بالتحديد وليس حماس؟ تحية طيبة لك والسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. لا شك أنه منذ البداية الموقف الأمريكي يتماهى مع الموقف الإسرائيلي بكل تجلياته وتفاصيله، وهو يتبنى وجهة النظر الإسرائيلية. تمثل هذا الموقف بتصريحات الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية وكل المؤسسات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذهب أبعد من ذلك إلى الكونغرس الأمريكي بمجلس الشيوخ والنواب في الدعم والتأييد المطلق للاحتلال الإسرائيلي وبإقرار قوانين وتشريعات للمساعدات العسكرية ولمحاربة الجهات التي تشكل ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه وعدوانه على الشعب الفلسطيني. في المبادرة الأخيرة التي طرحها الرئيس جو بايدن استبشر الكثيرون أن هناك تحول جذري أو تحول منطقي للوصول إلى هدنة مؤقتة. ولكن بعد هذه المبادرة أيضا قدم وزير الخارجية الأمريكية طوق النجاة لبنيامين نتنياهو للتملص من هذه المبادرة، وبكل أسف حمل الجانب الفلسطيني وحركة حماس المسؤولية عن فشل هذه المبادرة وعدم تنفيذها، ولكنه أكد أن الاتصالات ستبقى مستمرة مع الوسطاء المصريين والقطريين للتوصل إلى هدنة مؤقتة واتفاق لإطلاق سراح الأسرى والمبتزين. ولكن بتفاصيل الموقف الأمريكي، الرئيس جو بايدن وإدارته في موقف محرج جدا، هي محرجة أمام المتبرعين اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية للحملات الانتخابية الرئاسية والكونغرس الأمريكي، لذلك هي مقيدة في أن تقوم بأي ضغط حقيقي يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وفعل سياسي حقيقي لإجبار بنيامين نتنياهو على التوصل إلى هذا الاتفاق. لماذا مقيدة إذا كان الرأي العام الداخلي الأمريكي من خلال المظاهرات والاحتجاجات في الجامعات وغيرها يعد مؤيدا بشكل كبير لمسألة حتمية وقف الحرب؟ إذن الإدارة الأمريكية تملك كل الدعم الداخلي الذي يساندها لمزيد من الضغوط على إسرائيل وبنيامين نتنياهو وليس على حماس والمقاومة. نعم، الإدارة الأمريكية توازن بين ضغط الشارع والرأي العام وطلبة الجامعات
وطلبت اللوبيات الصهيونية المؤثرة والفاعلة والتي تمتلك المال والأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، كبار الشركات الاقتصادية والاستثمارية والتقنية والتكنولوجية والإعلامية هي محسوبة على اللوبي الصهيوني، وهذه الشركات هي قادرة على التأثير في الانتخابات وفي الرأي العام الأمريكي أكثر من الحملات التضامنية مع الشعب الفلسطيني من قبل المجتمع المدني وطلبة الجامعات. كبار المتبرعين للحملات الانتخابية للحزبين الجمهوري والديمقراطي هم من رجال المال والأعمال اليهود، وبالذات الحزب الديمقراطي يعتمد بصورة أساسية على اللوبي الصهيوني، بعكس الحزب الجمهوري الذي ينطلق ب تأييده ودعمه لإسرائيل انطلاقا من منطلقات ذاتية عقائدية دينية. لذلك نرى أنه دائما يكون الحزب الديمقراطي أضعف في التعاطي مع القضايا التي تخص الاحتلال الإسرائيلي من الحزب الجمهوري، علما بأن الحزب الجمهوري هو أكثر تأييدا للاحتلال ولدولة إسرائيل انطلاقا من منطلقات ذاتية عقائدية. أعتقد أن الإدارة الأمريكية الآن هي مقيدة جدا في سنة انتخابية، نحن على أبواب 5 أشهر من الانتخابات تقريبا، في 5 من نوفمبر المقبل، والأهم من ذلك أن استطلاعات الرأي تعطي نتائج متقاربة جدا ما بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري والمرشحين ترامب وبايدن لتلك الانتخابات الرئاسية. لذلك لن تجرؤ الإدارة الأمريكية الحالية بتنفيذ ضغط حقيقي على بنيامين نتنياهو لإجباره على التوصل إلى هدنة. ولهذا اسمح لي دكتور حسين، اسمح لي نتوقف مع حضرتك عند هذه الجزئية، نرجو أن تبقى معنا لنشرك بالحديث معنا الأستاذ محسن أبو رمضان المحلل السياسي الفلسطيني من غزة. أستاذ محسن، حتى هذه اللحظة يبدو أن بنيامين نتنياهو يعني يرفض تماما الامتثال لقرارات الشرعية الدولية بالنسبة لقرار مجلس الأمن الأخير، وبالنسبة لهذه الضغوط الدولية على إسرائيل. ما الذي ينقص الحكومة الإسرائيلية لكي تمتثل لهذه الضغوط وهذه القرارات الدولية؟ يعني إسرائيل تاريخيا أقيمت على البطش والعدوان والقهر والقوة، ورغم أنها من الدول القليلة بالعالم التي تم تأسيسها على خلفية قرار مجلس أمن وقرار شرعية دولية، ولكن لا توجد أوراق قوة ضاغطة عليها. يعني الولايات المتحدة تحميها بالمحافل الدولية، تستخدم الفيتو، تمنع أي إجراءات عقوبية، لدرجة أنهم يعني يقوموا الآن بسن قرار بالكونغرس ضد محكمة الجنايات الدولية التي تعكس إرادة أكثر من 100 دولة في العالم، وهي تعكس الحقيقة وتعكس مبادئ حقوق الإنسان، لأنها يعني تحاول أن تمنع الانزلاق إلى عالم مبني على فكرة شريعة الغاب. يعني العيب أو المشكلة في قوة إسرائيل ومع الولايات المتحدة وليس في ضعف الشرعية الدولية وقراراتها غير الملزمة التي لا تستطيع أن تلزم إسرائيل بتنفيذها على أرض الواقع؟ لا، الشرعية الدولية بها العديد من الفصول والبنود التي تمكنها أن توقف العدوان، مثل الفصل 7 من قرارات مجلس الأمن واستخدام القوة العسكرية، مثل المقاطعة الدبلوماسية والعسكرية والسياسية والأكاديمية وغيرها من الإجراءات، مثل يعني أن يكون هناك قرار في أعلى هيئة قضائية بالعالم محكمة العدل الدولية ويتم تشريع هذا القرار في مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بوقف العدوان، مثل محاسبة قادة إسرائيل على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل عزل دولة إسرائيل وتفكيكها كما تفكك نظام الأبرتهايد في جنوب إفريقيا. العديد من الخطوات تستطيع والبنود، وهناك يعني وثيقة جنيف 4، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. لا يكمن العطب في منظومة حقوق الإنسان التي دشنتها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية من أجل تدشين عالم مبني على سيادة القانون والحرية وحقوق الإنسان وحق الشعوب في حقوق الإنسان. العطب يكمن في
تقويض هذا القانون بفعل القوة العسكرية التي تمتلكها الولايات المتحدة بدعمها لدولة الاحتلال غير آبها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وبالتالي هذا هو العطب وهذا هو الخلل المركزي، ليس في منظومة حقوق الإنسان بل بالقوة العسكرية التي تقوضها وتدعم وتحمي دولة الاحتلال. وضحت الفكرة تمام. دكتور حسين الديك، كيف يمكن الاستفادة من توجهات المجتمع الدولية حاليا وتأييد عدد من الدول لإقامة دولة فلسطينية، وكذلك كيف تقيم ما خرجت به مجموعة الدول السبع في اجتماعاتها في إيطاليا من خلال ردها على تصريحات الرئيس الأمريكي؟ نعم، القانون الدولي هو يعبر عن علاقات قوة، والعلاقات الدولية منشأها علاقات قوة ومصالح ما بين الدول. حتى الآن لا زالت مصالح الدول الفاعلة والمؤثرة في العالم ومن بينها الدول السبع الصناعية التي اجتمعت في إيطاليا، ورأينا هذه التصريحات والبيان التي خرجت، مصالح تلك الدول بالدرجة الأولى إذا ذهبت إلى باب التوازن والموازنة ما بين مصالحها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ومع الولايات المتحدة الأمريكية هي تفوق بكثير بكثير من مصالحها مع الدول العربية، أو دعما وتأييدا أخلاقيا وإنسانيا للقضية الفلسطينية. العلاقات الدولية قائمة على أساس المصالح، ليس هناك أخلاق وليس هناك تضامن. التضامن هو تضامن رمزي ولكنه غير مؤثر وغير فاعل. لا يوجد حتى الآن إرادة سياسية حقيقية لدى الدول الفاعلة في النظام الدولي والمجموعة الدولية بتبني قرار سياسي وإرادة سياسية ملزمة على الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على وقف الحرب. لماذا؟ لأن كل العلاقات هي قائمة على توازنات من القوة، القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لهذه الدول، وتتصرف الدول وفق مصالحها الاستراتيجية وأمنها القومي. تتلاقى المصالح الإسرائيلية مع البريطانية والأمريكية في زاوية أخرى، وبعض الدول الأخرى في وسط في منتصف الطريق ليس مؤيدة بشكل مطلق للشعب الفلسطيني، ولكنها توازن ما بين المصالح هنا وهناك، ولكن في النهاية تميل إلى الطرف الأقوى وهو الطرف الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. نعم. السؤال الآن للأستاذ محسن أبو رمضان، كيف ترى حضرتك حالة التناقض بين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي الأمريكي أيضا إزاء حركة حماس وإزاء مسألة التهدئة؟ يعني بلينكين هو أعلن منذ اللحظات الأولى بعد 7 أكتوبر عندما قدم إلى المنطقة وزار دولة الاحتلال بأنه جاء كيهودي، يعني وبايدن أعلن أنه ليس بالضرورة أن يكون يهوديا ليكون صهيونيا، واجتمعوا في مجلس الحرب، وأيضا اجتمع أوستن، وأيضا توجد اعترافات يعني مؤخرا حول عملية النصيرات واستعادة بين قوسين 4 رهائن إسرائيليين، أن المخابرات الأمريكية وراء هذه المسألة، يعني هي التي ساعدت دولة الاحتلال في هذا المجال، وبالتالي هم يمارسوا الضغط الناعم، وكما ذكر الأستاذ حسين لا يستطيع الآن أن يمارسوا ضغطا جديا نتيجة السباق الانتخابي واللحظة الحساسة، لأن إذا مارسوا ضغطا جديا على نتنياهو سيفقد اللوبي الصهيوني الداعم الإيباك ووسائل الإعلام والاحتكارات المالية التي تدعم بايدن في سباق الانتخابي في مواجهة ترامب، وبالتالي هناك ضغوطات ناعمة وهناك محاولة يعني لحماية دولة الاحتلال من الضغوطات والتأثيرات الدولية وإعطائها المدى والمبررات لاستمرار العدوان، ولكن الولايات المتحدة لا تريد أن تتورط أكثر وتتسع رقعة الصراع بحيث أن الأمور بدأت تفلت من القدرة على الضبط من اليمن إلى العراق إلى حزب الله وتصاعد جبهته. معنى هذا في رأيك أن أمريكا حتى الآن لم تضغط بما يكفي من أجل إنهاء الحرب يعني بوسائل وطرق جادة وقوية وحقيقية؟ هي مارست الضغط الناعم غير المؤثر الذي لن يؤثر على مستقبل الحزب الديمقراطي والرئيس بايدن في الشارع الانتخابي نتيجة نفوذ اللوبي الصهيوني، يعني تمسك العصا من الوسط، وفي نفس الوقت مارست التضليل
وهذه قضية يجب أن تكون واضحة للإعلام بصورة كبيرة جدا. يعني في البدايات أعلن بلينكين وزار المنطقة 7 مرات ربما، وتحدث في البدايات أنهم لن يقبلوا عملية احتلال غزة عسكريا، وغزة الآن محتل من الوريد إلى الوريد، ولن يقبلوا عملية الخسائر الكبيرة بحق المدنيين، ورفعوا شعار تقليص المدنيين، واقترحوا خطة لرفح لم تنفذ لإخلاء المدنيين وضمانهم. وبالتالي كل هذه الممارسات التضليلية ساهمت في إعطاء الفرصة لنتنياهو وحكومته اليمينية وجيشه العدواني للاستمرار في قصف المدنيين، في ضرب البنية التحتية، في وجود اليوم أكثر من 35,000 شهيد، أكثر من 85,000 جريح، تحطيم وتدمير كامل للبنية التحتية. التقارير الدولية تقدر أن الخسائر بالحد الأدنى ما بين 30 إلى 40 مليار دولار، في بعض التقارير تتحدث عن أكثر من 50 مليار دولار، وأن قطاع غزة إذا استمر بآلية الرقابة والقيود التي تفرضها إسرائيل بحاجة إلى يعني أكثر من 30 إلى 40 عام حتى ينفذ عملية إعادة الإعمار. اليوم قطاع غزة على مشارف المجاعة، سوء التغذية، انهيار كامل للبنية الإنسانية، ولولا صمود الناس ولولا تضامنهم المنظومة الصحية خرجت عن الخدمة بشكل كامل. الولايات المتحدة يجب التعامل معها كشريك مع دولة الاحتلال، هي التي كتلت المجتمع الدولي لدعم دولة الاحتلال، ومعها بعض العالم بعض البلدان الغربية، وحمت دولة الاحتلال بمجلس الأمن من خلال الفيتو، كلام حضرتك، ودفعت باتجاه كلام حضرتك المساعدات العسكرية باستمرار. ولكن في لحظة من اللحظات حاولت أن تضغط بصورة ناعمة من خلال وقف أو تجميد تصدير أسلحة لقنابل متفجرة في رفح، ولكن بعد لحظات قررت إعادة الإفراج عنها ودعمها. وبالتالي نحن نتحدث عن تقاسم وظيفي وأدوار متكاملة مبنية على الشراكة الاستراتيجية. كلام حضرتك اسمح لي أطرحه على المشتركة من مدينة القدس دكتور حسين الديك. دكتور حسين، كيف يمكن أن نفك حالة الاشتباك والاستفادة التي تحققها إسرائيل من الجبهتين؟ يعني حتى الأمس يبدو أن إسرائيل توظف معاركها في جبهة الشمال مع حزب الله اللبناني لتحقيق مآرب في مسألة التفاوض مع المقاومة في الجبهة الجنوبية في قطاع غزة. كيف يمكن أن نفك هذا الاشتباك بحيث لا تستمر إسرائيل على هذا النسق الذي تحقق من خلاله نوع من المماطلة والتسويف وتوسيع دائرة الصراع؟ لأن هناك من يرى أن الولايات المتحدة قد تتورط بشكل أو بآخر مع إسرائيل في صراعها في لبنان. الحالة الإسرائيلية الداخلية وبعض التقارير الأمنية تشير وتوصي بأنه يجب إيقاف الحملة العسكرية أو العملية العسكرية في رفح وانتقالها إلى مرحلة جديدة من القتال من خلال عمليات مركزة خاطفة وباستخدام سلاح الطيران أو من خلال الزوارق الحربية والتدخل البري السريع والحاسم ومن ثم الانسحاب. مقابل ذلك يتم نقل الكتائب العاملة في محافظة رفح وفي قطاع غزة إلى حد ما إلى الجبهة الشمالية لتنفيذ عملية عسكرية في جنوب لبنان. هذه العملية العسكرية قد تكون جوية وبرية محدودة، ولكن التقديرات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية تشير أن الدخول إلى العمق اللبناني يعتبر مغامرة عسكرية كبيرة قد تخلط الأوراق في المنطقة كاملة. لذلك هناك حذر كبير وشديد من أي تدخل عسكري قوي ومباشر، وخاصة في على النطاق البري في الجنوب اللبناني. لذلك أعتقد أنها ستستمر الجبهة الشمالية في قواعد الاشتباك المعمول بها ما بين الطرفين، الرد والرد المقابل، قد تزداد حينا وقد تخف حينا آخر، ولكن هناك عوامل داخلية في كلا الجبهتين وعوامل دولية تحول دون تصاعد الاشتباكات وفتح جبهة جديدة، خاصة الموقف الفرنسي والأمريكي والتعقيدات الداخلية الإسرائيلية
في الجبهة الشمالية وما تمتلكه المقاومة اللبنانية من إمكانات عسكرية كبيرة جدا تفوق عشرات بالمرات ما تملكه المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. لذلك كل التقارير الإسرائيلية والتوصيات تشير إلى عدم التورط في جبهة جديدة حتى يتم الانتهاء مما هو موجود في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك دكتور حسين الديك الخبير في الشأن الإسرائيلي والأمريكي، شكرا لك. أيضا مشاهدينا نشكر ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محسن أبو رمضان الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا اليوم. شكرا مشاهدينا، نهاية هذه التغطية، لكن قناة نيل الأخبار من القاهرة ستظل مستمرة معكم في متابعة آخر التطورات أولا بأول. شكرا لكم وإلى اللقاء.